ومرحب فيكم في فيديو جديد من قناة بي بلاد الرؤي. اليوم عندنا فريق نادي البلابل المطور من السوبر كينج راح يواجه بلابل بي بلاد اكس الشخصيات الرئيسية. زي ما شايفين صنعنا المنجل لانه عندي تقريبا كل قطعه اصلية. راح تكون مباريات بالحلبتين. خلينا نشوف مين حيفوز بالجولة الاولى. بتمنى من كل حدا عم يحضر فيديو اليوم يحط لايك ويشترك بالقناة ويفعل الجرس على كل الاشعارات لتكونوا اول ناس بتشوفوا الفيديوهات الجديدة بس تنزل. وإذا في حدا جرس عنده خربان يلغي الاشتراك ويرجع يشترك مرة تانية ويفعل الجرس مرة تانية. نقطة لدرين سورد بي بلايد اكس بي بلايد فيرست. شجاع السوبر كينج مش راح يرحمه، يعني صراحة فرق الحجم والوزن كمان هيبة للشجاع. ففالكري مفروض يبدع واخذ نقطة بهالجولة. واحد واحد وصل لخمس نقاط اول هو الفايز، وانا بقول رح ننتقل بنص النزالات للجولة الحلبة الثانية. اظن وصلنا لنص المباراة فنخلي الحلبة. 2-1 الجولة اللي بعد. صراحة شجاع عم بحطمه عشان نعطيه فرصة راح نكمل بحلبة البيل الاكس عشان ما نحكي انه ظلمنا السيف الشجاع. خلي الشجاع يفوز بقوته الحقيقية. ومبروك للشجاع السوبر كينج. نقطة لفريق البيرست. وبسرعة اكتبوا لي بالكومنتس انتوا مين بتشجعوا، فريق البيرست ولا فريق الاكس، عشان نشوف مين فانزاته اكتر ومحبينه احسن. لهيب السوبر كينج ويرز بريجن ضد هيلث سايث. اليوم حابب احكي باسمائهم الاصلية فخلونا نشوف. طبعا لهيب دوران يساري، انا بقول راح احطه هلا دوران يميني بعد هاي الجولة لانه راح يزهقنا وكثير هادي الموضوع. وصراحة هاي الشخصية هي اللي تشبه اللهيب صراحة، يعني من دون أي مبررات أصلا واضح إنه هديك للشجاع والحصان وهاي للهيب. والميتال فايت ما كانش في حدا، كان في الليث الضاري بس ما كانش أحمر. خلونا نشوف القوة تبع البلابل المتواجدة في بي بلاد إكس. فعليا طيارته حطم لهيب السوبر كينج. هلا ما راح ياخذ ثلاث نقاط لأن احنا عم نحسبها نقطة نقطة اليوم. أظن النتيجة هيك صارت 1-0 لأن الجولة اللي قبل أظن كانت تعادل. عيوني ما انتبهت صراحة كنت بحكي معكم. بلا لانشر جريب بلا بطيخ، انا بحب اللانشر زي ما هو صراحة هيك. اوف وهي اللهيب السوبر كينج انتقم على السريع. ما لحقنا 2-2-1-1. اللهيب عم بخسر كليكس، وضعه ما بيطمن صراحة. بلابل بي بلاد اكس اذا اجت على السكة نهايتك، نهايتك مؤكدة خلص، زي كأنك وقفت قدام ترين مسرع. ف بطحن البلابل الثانية ويعني صراحة اشي واو لانه انت زي ما شفتوا بيقدر يفوز بلابل الجزء الاول وثاني وثالث ورابع وحتى الخامس بيقدروا لهم. فما بالكم لسه الدايناميت، يعني اتوقع ليفل عالي. بس انه بلابل السوبر كينج تعتبر كثير قوي، اقوى من بلابل الميتال فايت، ومع هيك بلابل اكس بيفوزوهم. 2-1 للهيب. نرجع للحلبة العادية. انا بقول بس راح اتوقع انه هيل سايث راح يواجه صعوبة صراحة. لهيب السوبر كينج طبعا بدعس عليه، يعني مش منطق. بس عشان نجرب فهي الحلبة العادية. انجل اللهيب ودع. طيب راح نطلعك قبل نشوف شو الوضع. لا هيك اوكي عادي ما في داعي نكمل. لا واضح انه يعني كثير بزحلق مش لهي الحلبة ابدا. بس لهيب السوبر كينج هيبة صراحة ومن اقوى البلابل في عالم البيرست. واتوقع انه كمل الخمس نقاط تبعته او بنقدر نعمل جولة اضافية بحلبة الاكس لننتقل للي بعد. اوكي جولة اضافية بالاكس انا بقول. يا جماعة لا تنسوا تضيفوني على سناب شات انستغرام تيك توك. في عندي جروب خاص بس لمتابعيني القراب الكلوز فريندز على الانستغرام اللي هي برودكاست تشانل. تدخلوا على بروفايلي بتنضموا لها، شيء كثير سهل. ببين انه في جروب فيها زي تقريبا 500 واحد. اي اناونسمنت اي اشي هيك بدي احكي لكم اياه بسرعه ببعته هناك، فلازم تنضموا لهذا الجروب. يعني هو بس للمقربين صراحه ما بدي يكبر كثير. اوه اخذ نقطه. قد تكون الجوله الاخيره اذا اللهيب بيفوز. اوف اللهيب حفر حفرته صراحه لحاله لانه دفشوا على السكه والسكه راح ضربه. بس ما كانتش اصابه مباشره 100% فما قدر يطلعه وما عمل كي او. وشكله حيصير في عندنا 2-0 لفريق البيرست بالجوله الحاليه. طبعا اظن الصقر الاحمر هو الوحيد اللي مش مشارك معنا اليوم، والليث كمان من الاكس لانه مش كتير شخصيه رئيسيه. وحتى انا ما عندي اوكي صراحه في كلب متوحش بس ما حبيت احط الكلب الداينامايت وخسر. وحنكمل لهيب فوز وخلصنا.
سليب اضرب. ايوه ضيع ضربتين على حاله ولا هيك راح يقضي عليه بكل سهوله. هلا 2-0 لفريق البارس. وزي ما حكيت لكم الكلب الضار يعتبر زيدون من فريق نادي البلابل، بس يا بدي اخذ تبع الجي تي هازبرو هايبر سفيري او بدي اخذ دايناميت. بعدين حكيت خلص مش مهم. جماعه استامينا ملك التحمل خفاش السوبر كينج ضد السهم المخادع، كان اسمه هذا السهم المخادع صح، هو السهم الساحر اظن اسمه ويزرد ارو، انا سميته السهم المخادع. راجنوراك جلايد راجنوراك هذا الفيرجن هيك اسمه. شوف عم بلاحظ انكم عم تحبوا الاسماء الاجنبيه اكثر من العربيه، سواء اختراعاتي او اختراعات سبيستون، ف عادي رح يصير اكثر منهم يعني عرفتوا راح احكي باسمهم الاجنبي. و اوف الاكس فاز بس ما في اكشن فحمه. اوه الخفاش عملها، بس الخفاش كان على وشك البيرس فيعني من حظه انه ما انفك. راوند 3 ايوه الخفاش الحركات هاي اللي بنحبها. ناشف استنى هلا بدنا اجهز اطلاق يميه، خلينا على هدول مناسبين. يا جماعه افضل جهاز اطلاق صراحه بحبه ارتحت له جهاز اطلاق الداينامايت هاد، مش اقوى اجهزه لا مش الذهبي ولا الاحمر ازرق. 2-1 للاكس. اوف اوكي كان حيصير على السكه نغير حلبة احسن، مع انه كنت حابب اشوف كي او ويعمل بيرس الوزر. 2-1 النتيجة راح تصير هلا 3-1. اوكي كل شيء عم نحسبه نقطة واحدة سواء اي نوع بيرس او اي نوع خروج من خارج حلبة. اخر فرصة للخفاش. 2-1 ولا هي 3-1؟ 3-1. اذا الخفاش خسر بنرجع لحلبة الاكس ممكن تكون اوف اوه 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 دبل بيرس. شوفوا انا اظن الخفاش عمل له بيرست قبل، بس عشان اني مش متاكد فممكن تنحسب تعادل لجوله اضافيه ببلاد بيرس. اوف 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 غريب عاد كيف انخبطت الراتشت خفاش هذا ما بضرب على الراتش. والله اوكي اوكي الخفاش شكله بيقدر يضرب مرات على الراتشت من تحت فبيعمل بيرست للمنطقه اللي بالنص تبعت الاكس. نرجع لحلبه الاكس، نرجع لحلبة الاكس. انا بقول خفاش صراحة مش متحمل الطاقة الكبيرة من ضده. خفاش فرصتك الأخيرة. وخلونا نشوف مين ممكن يفوز بالمباراة. أظن بده نقطة واحدة السهم المخادع بفوز. وإذا شفتوا فتح العلبة أكيد بتعرفوا إنه بالاكس معلوم بدي أرجع عيدها معلش. انه بلابل الدفاع صارت مبوزة بالاكس، بلابل التحمل صارت مدورة عكس الادوار. خلص بستاهل الفوز. تنين المدمر العصر السوبر كينجي مجدي ضد الدرع المدرع ولا شو كان اسم المحارب المدرع اظن نايت شيلد. يس هو الاسم المحارب المدرع وفعلا ترجمته المحارب المدرع، يعني ما احلى البلابل اللي بيكون اسمها سهلة هيك للترجمة. والتنين مودع شكله مش قادر. مش عارف ليه بس بحس بلابل الدفاع اهدى من بلابل التحمل بالاكس، مع انه المفروض التحمل يكون اهدى نوع زي الميتال فايت والبيرست والجيل القديم، بس لانهم عكس نوع القاعده. بس اظن معهم حق لانه فعليا بدور اكثر القاعده المدوره فاز الدفاعي اللي هو هذا النوع من القواعد بدور اكثر، فعشان هيك عملوه هو التحملي. تيني مدمر يروح فيها. اوكي بغير الحلبة، انا حاولت اخليه يمشي على السكة بس بيمشيش على السكة لانه دفاعي الاخ فما بلفش. الضغطة معه ولا نقطة الاخ، اذا بخسر التنين خلص نحسبها خسارة وننتقل للنزال اللي بعده، لانه في فرق كبير بالدوران وعم بخسر خلص. اللي راح يحسم الموضوع هم
المنجل والجارك. فينيكس وينج والمنجل. واحد واحد. المنجل بلف أكثر منه على حلبة الأكس. بس مش يتوازن وراح فيها. ودع. 2-1. أوكي. 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 جماعة النتيجة هلأ 2-2 لفريق البيرس والأكس. فإذا بخسر المنجل بخسر فريق النادي البلابل. وبتخسر بلابل البيرس. أوه. المنجل راح يودع. نقطة المنجل. أظن نتيجة 2-3 لفينيكس. طلع المنجل أول. كاني خبطت كاميرا. اوف 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 اوف. اوكي فينا 3-3 كانوا بدهم يتعادلوا. خلص من ناحيه شو بنطلع هذا على طول. المنجل راح فيها. لا 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 عاد الدرايفر وحديدته نفس الاصلي عن جد. ممكن بس الشاصي هو المختلف في الشيب. اخر فرصه للمنجل. المنجل كمل. فينيكس والفائز من فريق الاكس فينيكس. وجولة تجربية للتجارب يعني. فينيكس ضد الخفاش. ايوه هذا اللي كنت اشوفه. حبيت اشوف البيرست فنش بعد ما خلصت المباراة. اكتبوا لي مين كنتوا بتشجعوا بالكومنتات. انا كان بدي يفوز فريق البيرست لانه صراحة ابدع شجاع واللهيب وكانوا عم بيفوزوا اقوى بلابل. بعدين خسروا هدول من اضعف بلابل. وفينيكس كمان فضح فاز. المنجل اللي فضحنا هو اللي خرب علينا. هاي هي قطع المنجل اللي بحب يسأل يعني شبه 95% مثل الاصلي اداؤه. ولا تنسوا تشوفوا فيديوهات التانية طلع قدامكم على شاشة قناتي الجيمينج الموجودة باول قناتي لما تكبسوا على اسمي لؤي جيمينج. فاشتركوا فيهم. بشوفكم بالفيديو الجاي. سلام. مش كان ممكن جبنا الكلب والأسد بنزلات ضد بعض؟ ممكن بالمرات الجاي نعملها. سلام.